السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا مشتركين قناة ماكسيما مزادات اوكشن. موعدنا اليوم مع لقاء جديد ومزاد جديد من مزادات كوبرت الأمريكية. مزاد اونلاين شغال حاليا من كودنفر. السيارات اللي هنشوفها اليوم يا شباب سيارات الإيجار، اللي هي كانت سيارات خاصة بشركات الإيجار وتعرضت لحوادث، أو حبت شركات الإيجار أصحاب السيارات حبت تحدث مخزونها وتجيب مخزون أحدث فبتبيع السيارات في مزاد كوبرت الأمريكي. فمعنى كده إن إحنا هنشوف سيارات حديثة جدا كلها موديلات 2022 و23 و24 كمان، وفيها اللي فيه حوادث بسيطة جدا جدا، وفي اللي فيها حوادث قوية، وفي اللي ما فيهاش حوادث نهائيا وشركتها حبت تحدث المخزون فقط. هنشوف يا شباب اليوم مزاد مميز جدا، إن شاء الله تعجبكم السيارات، وان شاء الله اللي حابب يشتري اي سياره من مزاد كوبرت الامريكي يبعت لي رساله على الرقم الواتساب الموجود بوصف الفيديو، وانا ان شاء الله بساعده في شراء سياره من مزاد كوبرت الامريكيه وبشحنها له عن طريق شركتي اللي في امريكا، وبشحنها له على بلده ان شاء الله باقل تكلفه وافضل حاله ان شاء الله. هنشوف يا شباب اليوم اول سياره معانا، سياره جيب كومباس موديل 2023، سياره كلين تايتل. طبعا كل سيارات الايجار بتكون 90% منها كلين تايتل. سياره ماشيه 22000 مايل 919، والسياره مشكلتها هيل دامج. الهيل دامج يا شباب حكينا عنه قبل كده، اللي هو كرات التلج، كرات التلج اللي بتنزل اثناء المطر القوي فبتاثر على بادي السياره، بتاثر على الكبوت، بتاثر على السقف. 17000 دولار يا شباب انباعت السياره بعد الموافقه، مبروك لصاحب النصيب. سياره معانا هونداي سانتافي ليميتد اعلى فئه موديل 2023، سيارة كلين تايتل وماشية 34000 مايل 352، سيارة كمان مشكلتها هيل دامج، والسيارة ران اند درايف شغالة وماشية مفيهاش أي مشكلة. هنشوف الهيل دامج مؤثر في السيارة ولا لأ. الهيل دامج اللي هو كرات التلج ممكن تلاحظوها في الأجزاء الجانبية زي السقف مثلا وجانب السيارة والكبوت الأمامي بالذات، لو دققتوا في النظر هتلاحظوا إن في شوية تأثير من الهيل دامج. إذا الهيل دامج مش قوي، يعني ما كانش كرات تلج كبيره وقويه ونازله بقوه، ممكن ما تاثرش على السياره يا شباب، يعني ممكن ما تبينش فيها. بس للامانه المزاد بيقول لك سبب بيع السياره دي هو الهيل دامج، رغم انه مش واضح، وانت لو رحت تشتريها او تعينها مش هتعرف. بس الامانه في مزاد كوبرت بتحتم انه يقول لك سبب بيع السياره هو مشكله هيل دامج، تمام. فالسياره دي واصله 13700 دولار، 14000 دولار، تمام. السيارة ما فيهاش أي حوادث، كلين تايتل، ماشية 34000 مايل فقط. شوفوا يا شباب السيارة، سيارة ممتازة جدا، داخليتها روعة وشغالة وماشية، مش هتصرف عليها دينار واحد. إذا حسيت إن فيها مشكلة بصبغ السيارة مثلا بسبب كرات التلج عادي تتصلح، يعني في ناس بتصلح أضرار الهيل دامج كرات التلج بدون ما تصبغ السيارة عن طريق أجهزة شفط، بتشفط المكان اللي الضرر بتشفطه شفط بدون ما تأذي صبغة السيارة أو بدون ما يعمل سمكرة في السيارة أو دق في السيارة، تمام. فالمشكلة الهيل دامج أنا بفضلها دايما والله تكون في السيارات اللي إحنا بنحب نشتريها، عشان مشكلتها بتكون دايما سهلة في التصليح، مفيش مشكلة في السيارة لا في الماكينة ولا في الضربات ولا فيها دعامات ولا فيها مشاكل ولا فيها أصباغ ولا فيها أي شيء، دعم شيء بسيط، ضرر بسيط وبيتصلح بأقل تكلفة. السيارة وصلت معانا 16700 دولار، 16800 دولار، هونداي سانتافي ليميتد 2023، مشكلتها هيل دامج، سيارة بانوراما، صبغ وكالة بالكامل، سيارة ما فيهاش أي حوادث، مشكلتها هيل دامج فقط. 17000 دولار وسط السيارة، 17200، 17200 لتكساس، 17300 سيارة فول اوبشن يا شباب، بقى سقف بانوراما، كراسي كهرباء، 17400 دولار، 17400 دولار، 17500، 17600، 17700 لتكساس، 17800 واشنطن، 17900 تكساس، 18000 دولار، 18000 دولار واشنطن،
$18,100 $18,200 $18,300 لتكساس $18,300 لتكساس. انباعت السيارة ب $18,300 لولاية تكساس بعد الموافقة. السيارة اللي معانا تويوتا راف 4 ادفنتشر 2023، السيارة كلين تايتل وماشية 27,000 مايل 790. السيارة كمان مشكلتها هيل دامج. لاحظوا يا شباب شغلة، السيارة تبع شركة، السيلر البايع شركة اسمها انتربرايز. انتربرايز هي شركة ايجار سيارات كبيرة جدا معروفة بامريكا، فالواضح ان السيارات ديت كانت عندهم كشركة واتضررت بسبب الهيل دامج، فقرروا يبيعوا كل المخزون بتاعهم. يعني واضح ان كل، حتى السيارة اللي قبلها كانت شركة انتربرايز، السيارة القادمة هتلاقوها انتربرايز، فالمزاد كل سياراته من شركة انتربرايز. يعني السيارات دي كانت واقفة في ساحة واحدة، ساعة المخزن، الساحة بتاعة المخزن او الساحة بتاعة الانتظار بتاع سيارات شركة انتربرايز، وحصل الوتر القوي مع الهيل دامج، فمع كرات الهيل فأثرت على سيارتها. فهتلاحظوا ان كل البياعين اليوم هي شركة انتربرايز لإيجار السيارات بأمريكا. فالسيارة اللي معانا تويوتا راف 4 ادفنتشر كلين تايتل ماشي 27,000 مايل 790، سيارة هيل دامج وصلت $19,700. شوف يا شباب الهيل دامج يعني مش واضح بالسيارة، غير مؤثر، بس للأمانة هي فيها مشكلة هيل دامج. $19,900 لنيويورك. على فكرة يا شباب يعني الحمد لله مزاد كوبرت الأمريكي من المزادات اللي فيها $19,900، بعت السيارة بعد الموافقة، مبروك لصاحب النصيب. مزاد كوبرت الأمريكي يا شباب من المزادات سبحان الله، يعني ما شاء الله، يعني من اللي فيها مصداقية عالية جدا. السيارة ممكن ما يكونش فيها واضح أي شيء ويقول لك لا فيها مشكلة كذا، يعني مشكلة هيل دامج مش واضحة يقول لك لا فيها هيل دامج، فيها صوت في الماكينة بسيط يقول لك ميكانيكال. يعني رغم انك انت لو رحت تعاين السيارة مش هتكتشف الصوت ده في الماكينة، بس هو للأمانة بيقول لك فيها مشكلة ميكانيكال. فيا شباب خلوا بالكم ان في الحمد لله مصداقية في مزادات كوبرت بشكل كبير جدا، وبشكل مطمئن ان هو يطمنك انك انت تشتري سيارة وانت عارف ان هو اللي هو قال لك عليه المزاد او المكتوب في التقرير هو اللي انت هتلاقيه في السيارة بالحرف الواحد، ودي ميزة الحمد لله. السيارة معانا دوج دورانجو جي تي، مش اعلى فئة، موديل 2023 فئة متوسطة الجي تي، كلين تايتل ماشية 21,000 مايل فقط. سيارة السيلر لاحظوا شركة انتربرايز، هيل دامج مشكلتها هيل دامج، شركة انتربرايز كل سياراتها اتضررت من الهيل دامج، فقرروا يبيعوها بالمزاد ويحدثوا المخزون. سيارة وصلت $18,500، ما فيهاش أي دعمات، ما فيهاش أي أصباغ، فيها مشكلة هيل دامج بسيطة جدا، يعني ممكن تكون واضحة إن هي مأثرة على كبوت السيارة شوية، تصليحها جدا سهل. $18,800 $18,800. شوفوا الأسعار يا شباب كتير حلوة، يعني سعر السيارة دي مكتوب ريتيل فاليو، يعني ريتيل فاليو $39,773، دي قيمتها بالسوق التقريبية. قيمة السيارة بالسوق حوالي $40,000، معروضة بالمزاد بكام وصلت؟ حوالي $20,000، فالسيارة بنص سعرها في المزاد يا شباب. وصلت $19,700 $19,800 سيارة معانا شباب جيب شروكي التيتيود 2023، سيارة كلين تايتل وماشية 38,000 مايل 989، يعني حوالي 39,000 مايل. سيارة مشكلتها هيل دامج، كرات التلج مأثرة عليها، والسيلر انتربرايز نفس الشركة، وصلت $13,400 مفيش فيها أي دعمات تانية، صوب وكالة بالكامل، سيارة جديدة موديل 23 ماشية 40,000 مايل، ما فيهاش أي مشكلة ولا حتى كرات التلج مبينة فيها أي مشكلة. $13,900 القيمة الفعلية للسيارة دي في أمريكا $28,000 و$400 تقريبا، $28,000 ووصلت $14,000 في ولاية تكساس، $14,000 اتباعت السيارة ب $14,000. شفت يا شباب زي ما بنقول دايما السيارة بتيجي بنص ثمنها في السوق، حتى في أمريكا بتيجي بنص ثمنها. تمام، دوج دورانجو ار تي موديل 2023 كلين تايتل ماشية 29,000 مايل،
هيل دامج شركه انتربرايز وصلت 19900 دولار. سياره لونها اسود مميز، سياره جميله جدا يا شباب، موديل 2023. كرات التلج مش مأثره عليها ومش باينه نهائيا ان في اثر في السياره، اتوقع هنا في ضربتين او ثلاثه مبينين بس. 20500 دولار، 20600 دولار القيمة الفعلية للسيارة في السوق الأمريكي، 44000 دولار 900، يعني حوالي 45000، وصلت في المزاد 20000، هنشوفها تتباع بكام. 20900 دولار، 21000، 21100، 21100 دولار. انباعت السيارة ب 21000 دولار، بأقل من نص سعرها بالسوق الأمريكي. مبروك لصاحب النصيب. معانا جيب شروكي التيتيود 2023، برضه نفس السيارة اللي كانت قبلها، سيارة كلين تايتل وماشية 37000 مايل، 715 كلين تايتل، وهيل دامج مشكلتها، والسيارة ران أند درايف شغالة وماشية، والبايع هو نفس الشركة انتربرايز. تمام، 11200 دولار. هنا الهيل دامج اتوقع مبين ان هو مأثر، تشوفوا يا شباب الكبوت هنا متأثر ازاي، هنا ضربة، هنا ضربة، ضربات خفيفة طبعا، كرات تلج صغيرة، بس هنا واضح ان الكبوت ده متأثر، فالكبوت ده يا شباب واضح الضربات فيه، فالكبوت ده يا اما يتغير بالكامل يجي له كبوت تاني، انت كده كده واخد العربية بنص سعرها عادي، ما تجيب لها كبوت ايه المشكلة، او تصبغه يعني عادي يتمعجن وينصبغ ويرجع جديد، ما فيش اي مشكلة نهائيا يعني. سيارة موديل 23 كبوتها مصبوغ بدون حوادث عادي جدا يعني، وارد. او في ناس بتصلح الحاجات دي بس تصليحها بيكون غالي شوية لانه محتاج فني ومحتاج مهارات اكبر من السمكرة العادية. فالسيارة وصلت 13600 دولار. اتمنى يا شباب كده يكون وصل لنا المعلومة وفهمنا يعني ايه هيل دامج. تمام، هيل دامج فهمناه يعني ايه، كرات التلج اللي بتنزل اثناء المطر القوي بتأثر على سقف السيارة وعلى كبوت السيارة الامامي. 14000 دولار لتكساس، 14000 دولار لتكساس. شفتوا يا شباب قيمتها الفعليه اتباعت ب 14000، قيمتها الفعليه 28000 دولار في السوق. سياره معانا فورد اف 150 سوبر كرو موديل 2023، سياره كلين تايتل ماشيه 25000 مايل، سياره هيل دامج مشكلتها وتبع نفس البايع انتر برايز. وسط السياره لنيوجيرسي، نيوجيرسي ب 17900 دولار، 18000، مشكلتها برضه هيل دامج. خلينا نشوف، اتوقع هنا برضه في بعض التأثير، هيل دامج ممكن يكون من الإضاءة وممكن يكون فعلا هو الهيل دامج وده تأثيره، بس هي طبعا أكيد فيها تأثير يا شباب، وإلا ما كانوش باعوا السيارة، يعني هم عارضين السيارة للبيع وعارفين مشكلتها إن هي هيل دامج، السيارة ما فيهاش أي مشكلة تانية، فهي أكيد مأثرة، بس إحنا جودة الصور مش مبينة بالظبط. طبعا في ال في في الواقع لما تكون واقف قدام السيارة انت هتعرف على طول، حتى لو شيء بسيط مش واضح انت هتعرف ان ده هيل دامج مباشرة يعني، بس في الصور ممكن جودة الصور مش 4K فمش واضحة بالظبط يعني. وصل السيارة 27000 دولار وقيمتها بالسوق 52000 دولار 510، دي قيمة السيارة بالسوق الفعلي في امريكا اللي هو اللي شغال وماشي منها الصاحي يعني. وصلت معانا في المزاد 28750 دولار، 29250، 30750 دولار، 31000 دولار و250، 31500، 32000 دولار لنيويورك، 32250 كولورادو، نيويورك 32500، 32500. مبروك لصاحب النصيب، فاز بالسيارة بعد الموافقة.
سيارة معانا فولكس فاجن تيجوان موديل 2024، سيارة كلين تايتل وماشية 8657 ميل فقط، سيارة لسه جديدة موديل 24 موديل السنة يا شباب. سيارة مشكلتها مش هيل دامج، مشكلتها حادث أمامي، خلينا نشوفه. والباقي من ماينور دنت سكراتش بدون أصباغ ولا خدوق ولا حوادث ولا أي شيء. سيارة كمان ملك البايع شركة انتربرايز لإيجار السيارات. خلينا نشوف الحادث الأمامي في السيارة. حادث أمامي جانبي، الكبوت والمتجر والدعمية والليت بسيطة لأن هي بعيد عن الشاصي، والسيارة ران أند درايف شغالة وماشية. وصلت 10,300 دولار، 10,900 دولار. $11,500 الضربة يا شباب، حتى الكابوت هنا متأثر شوية، والشبك والليت والدعامية والمتجر الأمامي اليمين. تصليحها سهل وبسيط، 11,900 دولار، 12,400، 13,500 دولار. فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 ماشي 8000 ميل فقط، مشكلتها حادث أمامي. شوف السيارة بقت بيور سيل، بيور سيل يعني خلاص بدون مراجعة، السعر اللي هتوصل عليه آخر سعر هو اللي هتنباع بالسيارة بدون أي مصروفات تانية أو بدون أي زيادة بالسعر. اللهم إن عمولة كوبرت على المصروفات الإدارية البسيطة وخلاص. 15,600 دولار، 15,800 دولار، 16,000 دولار، 16,200 تكساس، 16,400، 16,600 دولار لتكساس، 16,800، 16,800 دولار. من بعد سيارة بيع نهائي سول بدون أي مراجعة يا شباب. سيارة معانا سيارة رام 1500 كلاسيك اس ال تي موديل 2023، سيارة كلين تايتل وماشي 8640 ميل فقط موديل 23، سيارة حادثها خلفي. خلينا نشوف الحادث الخلفي. حادث يعني أبسط من البساطة يا شباب، ده ما يعتبرش حادث، التاير نايم عايز تصليح، الضربة بسيطة جدا، الدعامية والمتجر الخلفي اليمين تصليحه أبسط ببساطة، ممكن يترد على البارد كمان لأن السيارة موديل 23 صبغ الوكالة، ما يفضلش أن تتصبغ، فممكن ده يترد على البارد يعني فني محترف يرده على البارد بدون أي أصباغ ولا أي شيء. السيارة وصلت 13,000 15,400 دولار، باقي السيارة طبعا سليم خالي من حوادث. شفت الدعمية يا شباب، الدعمية طلعت بره كمان تتصلح سهلة جدا أو حتى تتبدل. 15,800 دولار نيويورك، سيارة ما شاء الله ماشية 8000 ميل فقط فلسه جديدة موديل 23. وصلت 16,200 دولار لفلوريدا، 16,300 دولار، 16,500، 16,700، 16,900 دولار. شايفين السيارات وجمالها يا شباب، شايفين السيارات وحوادثها البسيطة. في ناس بتبعت لي في الكومنتات بيقول لي تصليح العربية بيكلفك أكتر من تمن السيارة، أي تصليح يا حبيبي اللي بيكلفك أكتر من تمن السيارة؟ السيارة فيهاش أي حاجة، تتصلح ب 200-250 دولار ومع السلامة، أنت واخد سيارة جديدة بأقل من نص سعرها. فأي حد يا شباب حابب يشتري سيارة مزاد أمريكا وأنا أخدمه فيها وأجيبها له بأرخص سعر على مستوى العالم يكلمني على الواتساب وأنا إن شاء الله افيده واخدمه، ودعواتكم يا شباب. سياره معانا كاديلاك سكالد سبورت 2023، سياره دي روعه يا شباب روعه، كلين تايتل ماشيه 16000 ميل فقط، سياره حادثه اندر كارج واخده ضربه من تحت، مضروبه في بلاعه، مضروبه في رصيف. خلينا نشوف 63,500 السياره دي قيمتها في السوق يا شباب 96,000 دولار، قيمتها في السوق الفعلي الامريكي الصاحي منها والماشي 96,000 دولار، وصلت معانا في المزاد 67,000 دولار. سيارة ما شاء الله فاش ولا أصباغ ولا حوادث ولا مشاكل، موديل 23 وماشية 16,000 ميل فقط، بس فيها ضربة من تحت
عادة تتصلح. $70,000 وسط السيارة، بسم الله ما شاء الله سيارة حلوة، $70,000. انبعت السيارة بعد الموافقة ب $70,000، يعني يا شباب أقل من سعرها بالسوق ب $26,000 أقل، تمام؟ كم هتصلح الضربة يعني؟ يعني كم هتصلح الضربة اللي فيها؟ معلش يعني 500 ب 200 ب 300 800 ب $1,000. أنت واخد سيارة نازلة عن سعر السوق الأمريكي بتاعها $26,000. فعرفوا يا شباب قيمة مازات كوبرت، قيمة مازات كوبرت كبيرة جدا في الأسعار ما شاء الله. معانا سيارة جيب كومباس سبورت 2023، سيارة سالفج وماشية 4000 ميل فقط، حادثها أمامي والسيارة ران أند درايف شغالة وماشية، وصلت $13,300. ده الحادث، ما يعتبرش حادث طبعا، تصليح بسيط في الباب والمتجر، مفارق حادث هنا بسيط، شبكة مع دعامية مع شوية تعديلات يتصلح عادي. أتوقع الجام الأمامي مكسور، ممكن هنا مكسور أتوقع بالصور. $13,600 انبعت السيارة بعد الموافقة ب $13,600، مبروك لصاحب النصيب. سيارة معانا دوج دورانجو جي تي موديل 2022، سيارة سالفج ماشية 25,000 ميل، سيارة حادثها خلفي والسيارة ما فيهاش أي مشاكل تانية، صب وكالة، ماشية 25,000 فقط، موديل 22. خلينا نشوف الحادث الخلفي، هو ده شيء بسيط جدا يعني ما يعتبرش حادث، بس شفتوا يا شباب للامانه المزاد بيقول لك حادث خلفي رغم انه مش حادث، ده يعني شخطه بسيطه او حكه بسيطه يعني تتصلح على البارد، مش حتى مش محتاجه صبغ، ما فيهاش اي حاجه تانية. يعني شوفوا الجنب الثاني ما شاء الله ما فيش فيها اي حاجه في السياره نهائيا، قال لك فيها حادث، ايه هو الحادث؟ هو ده بس، شكرا. اتوقع هنا يا شباب كمان في مشكله، ده مش نظام الوكاله على كده طبعا، فده متضرر برضه، بسيط جدا، شيء بسيط تافه يعني يترد على البارد. شفتوا من الضربه البسيطه دي في ايرباك فتح فيها للاسف، ده اللي زعل يا شباب، الايرباك اللي فتح ده اللي زعل، بس عادي برضه بيتبدل ومفيش اي مشكله. وصلت $9,900 السياره، يعني معقول الحادث البسيط ده فتح الايرباك؟ سبحان الله. $10,100 لفلوريدا، $10,300 انا مش مستوعب بصراحه ازاي الحادث البسيط جدا التافه ده فتح ايرباك سياره، يعني مش عارف يعني اللي عنده يا شباب معلومه يفيدني في الكومنتات، يا ريت اللي عنده معلومه يا شباب يفيدني في الكومنت، يقول لي الحادث البسيط ده فتح ايرباك ازاي او ليه. يعني اللي انا اعرفه ان الايرباكات بيكون فيها حساسات، الحساسات دي بتكون داخليه شويه اكتر من كده جوه، يعني مجرد ما الضربه توصل جوه اكتر من كده يفتح الايرباك، بس بره كده سطحية جدا كده يفتح ارباك مش عارف. اللي عنده تعليق على الموضوع ده شباب يا ريت يفيدني بيه في الكومنتات. سيارة وصلت $12,200 $12,200 لفلوريدا، $12,500 دوج دورانجو 2022 ماشي 25,000 ميل، سيارة سالفج وجديدة ما شاء الله، حادثها شبه بسيط جدا جدا لا يذكر، ومفتوح فيها ايرباك واحد. $13,100 بنسلفانيا، $13,200 فلوريدا، $13,400 $13,500 $13,600 $13,700 $13,700 انبعت السيارة بعد الموافقة، مبروك لصاحب النصيب. سيارة معانا جيب جراند شيروكي ليميتد موديل 2022 أعلى فئة، سالفج وماشية 30,000 ميل، سيارة حادثها أمامي، سيارة ران أند درايف شغالة وماشية. خلينا نشوف السيارة، وصلت $4,900 حادث الجانبي والمتجر الأمامي يمين، $6,200 بالأمام ما فيش فيه شيء ولا الخلف، سيارة نظيفة ما شاء الله صبغ وكالة بالكامل وجديدة وماشية 30,000 ميل فقط، $8,300 $8,500 سيارة شغالة وماشية، حادثها فرونت اند وسايد جانبي وامامي،
8800 دولار زي ما احنا شايفين هنا واضح جانبي مع امامي، بس 9500 دولار $10,200 دولار لتكساس سيارة ران اند درايف شغالة وماشية، $10,300 دولار. هذه الحوادث يا شباب اللي الواحد بيفضل انه يشتري بها السيارة، يعني حوادث غير مؤثرة على الشاصي وتصليحها بيكون جدا سهل سواء في بلدك او في شباب. كمان في عندي انا امكانية لو انت حابب اني انا اشتري لك سيارة من امريكا بالوضع ده فيها حادث بسيط واصلحها لك كمان في امريكا، في عندنا ورش احنا بنتعامل معاها في امريكا، جراجات متخصصه في تصليح السيارات، ما شاء الله شباب من امهر المصلحين في السمكره. فاللي عاوز كمان ان انا اشتري له السياره من امريكا واصلحها له قبل ما اشحنها له الى بلده، كمان توصلك لبلدك مش محتاجه اي شيء، احنا في امكانيه لعمل الموضوع ده شباب باقل التكلفه ان شاء الله في امريكا، وطبعا جميع قطع غيار السياره بتكون متوفره. 13900 دولار انبعت السياره بعد الموافقه، مبروك لصاحب النصيب. معانا فورد اف 650 سوبر ديوتي دولار، الدولار يا شباب موديل 2019، مفاجاه السياره بدولارين وصلت 2 دولار. في مفاجآت كده ساعات بتظهر في المزاد يا شباب غير متوقعة زي كده، فورد اف 250 بدولارين وانباع بعد الموافقة ب 2 دولار، مبروك لصاحب النصيب. حاجات غريبة كده بتظهر فجأة بالمزاد يا شباب، عشان كده بنقول المزاد ده فرص، يعني المزاد فرص. مرات تلاقي سيارة سعرها 30,000 دولار تلاقيك واخدها ب 3,000 دولار، ساعات سيارة سعرها 12,000 دولار تلاقيك واخدها ب 700 دولار. يعني زي ما احنا شفنا كده ما شاء الله الفورد اف 650 انباع ب 2 دولار، 2 دولار سبحان الله. بويك انكلاف بريميوم 2024 سالفج ماشيه 7580 مايل، حادث خلفي، خلينا نشوف، وصل 17400 دولار. هو ده الحادث، الدعميه الخلفيه مع شويه الباب الخلفي، تصليحه جدا بسيط ما يعتبرش حادث قوي، يعني 19200 دولار، 20,100 سيارة ران اند درايف شغالة وماشية، مفيش أي مشكلة تانية، سيارة موديل 24 موديل السنة، يعني سابق وكالة بالكامل، سيارة سالفج ماشية 7500 مايل. أي حد يا شباب يسأل ليه سيارة زي كده موديل 24 مش مدعومة دعمة قوية، يعني ما فيهاش شاصية ولا فيها مشاكل كبيرة، ليه أخدت سالفج؟ ليه ورقها بقى سالفج؟ بقى سالفج لان شركة التأمين اللي صاحب السيارة كان مأمن فيها على السيارة اخذ منهم تأمين شامل، كان مأمن تأمين شامل واخده بالكامل، اخذ 100% من سعر السيارة لما اندعمت الدعم البسيط اللي احنا شايفينها دي، يعني لما اندعمت الدعم البسيط اللي احنا شايفينها هو طلب قيمة التأمين السيارة بالكامل، ما حبش انها تتصلح فاعطوه قيمة السيارة، عشان كده شركة التأمين بتحول السيارة لسالفج عشان ما تترخص مرة تانية في امريكا ولا تنباع، لانه ما خلاص يعني هم دفعوا ثمنها كغرامه يعني كتامين، فما عشان ما لا يعاد ترخيصها ثاني فبيعملوها سالفج عشان تتصدر بره امريكا. عشان كده شباب لازم نكون فاهمين النقطه دي، ليه سيارات بتكون نظيفه ما فيهاش ضربه بالشاصي مع ذلك هي سالفج؟ عشان شركه التامين دفعت ثمنها بالكامل لصاحب السياره بعد الدعم البسيطه اللي فيها. 27,250 دولار لنيويورك، 27,250 دولار، وانباعت السيارة بعد الموافقة ب 27,250 دولار، مبروك لصاحب النصيب. معانا سيارة ممتازة دوج هورنت 2024 سيارة سالفج، وصلت ماشية 8054 مايل، 8000 مايل فقط، سيارة مالك السيارة هو شركة افيز، شركة افيز دي انا اشتريت منهم سيارة هونداي توسان، سيارتين يا ربي هونداي توسان من حوالي شهر ونص تقريبا، وديناهم على الكويت، شركة محترمة جدا ومن افضل الحالات السيارات صراحه عن شركه افيز دايما، دي شركه ايجار سيارات يا شباب. سياره حادثها امامي والباقي سليم وخالي من حوادث، 11500 دولار زي ما احنا شايفين، حادث متضرر الدعميه مع الليتات مع الشبك بس، ما فيهاش شاصيه ولا فيها اي شيء، زي ما احنا شايفين سياره سليمه جدا ما فيش فيها اي ضربات مؤثره، وغالبا ممكن تلاقي اغراض السياره دي معاها كمان. 12900 دولار، 13100، شفتوا يا شباب اغراض السياره معاها، الدعميه موجوده، اذا كان فيها تصليح تقدر تصلحها، واذا كانت محتاجه تبديل عادي بدلها ما
انت واخد سياره بنص ثمنها، 13200 دولار انبعت السياره وقيمتها في السوق فوق ال 40000 ما شاء الله، باعها ب 13000. السياره معانا جيب واجنر موديل 24 اخر موديل، سياره كلين تايتل وماشي 15000 ميل فقط. المالك السياره شركه انتربرايز لايجار السيارات، حد السياره امامي خلينا نشوفه، هو واضح بالصور هنا الازاز الامامي مكسور مع الكبوت، الدعميه والشبك سليم. 13600 دولار، حلوه السياره دي يا شباب، موديل 24 الضربه اللي فيها هي زي ما احنا شايفين محتاجه الكبوت يتصلح ويتعدل والازاز الامامي يتبدل بس فقط لا غير، ما فيهاش حاجه ثانيه. هنا اتوقع في شويه ضرر بس يتصلح ما فيش فيه اي مشكله. 14900 دولار سياره جيب واجنر سيرياس 2 موديل 2024، 15900 دولار، 16100 دولار، 16200، 16500 دولار، 16600، 16800 لنيو مكسيكو، 16900، 17000 دولار، 17100، 17200، 17500 دولار، 17600، 18500 دولار، 19400 دولار، 19920000، 20100. السيارة دي قيمتها بالسوق كام يا شباب؟ 71000 دولار قيمتها بالسوق الأمريكي، 71000 دولار واصلة معانا في المزاد 20700، أقل من سعرها ب 50000 دولار، فاهم؟ 50000 دولار أقل من سعرها بالسوق، والضربة البسيطة اللي فيها تتصلح ب 500 ب 600 دولار ما تتعداهم يعني. 21200 دولار المربح يا شباب في سيارات المزاد ما شاء الله بيكون قوي جدا، والمربح الاقوى والاقوى في السيارات الكهربائيه، يعني اي واحد بياخد مننا سياره كهربائيه بنصدرها لبلده سواء الاردن او الكويت او اي دوله بيكون فيها ربح كبير جدا، لان السيارات في امريكا فعلا الكهرباء رخيصه عن اسعار الدول العربيه، فبيكون ربحها كبير جدا. 22100 دولار يعني السيارات الكهربائيه يا شباب لما احنا بنجيبها للكويت بتوصل مثلا بيكون وصل سعرها في المزاد مثلا تقريبا بيكون من 9 ل 10000 دولار، بتنباع في الكويت مش اقل من 30000 دولار، يعني فيها مكسب 20000 دولار، مش مربح بسيط يعني، يعني دبلين السعر، السياره توصل ب 10 تنباع ب 30، انت متخيل سعر مربح في سياره؟ فالسياره الكهربائيه التسلا مثلا لما بنجيبها على الكويت بتربح مش اقل من 20000 دولار، فما شاء الله يعني 23700 دولار وصل السياره جيب واجنر 2024، سياره ماشيه 15000 ميل، حادثها خلفي، وصلت 23000 24000 دولار، قيمتها في السوق 71000 دولار، 24200، 24300، 24500، 24900، 25000 دولار، 25000 دولار و250 و500. تستاهل والله السيارة يا شباب، سعرها في السوق ما شاء الله 71000 دولار، 25000 دولار 750، 26000، 26250، 26500،
26,750. $27,000. $27,000 انبعت السيارة بعد الموافقة. مبروك. السيارة اللي معانا يا شباب جيب رانجلر صحارى 2024 اخر موديل. سيارة سالفج ماشية 3000 ميل فقط. سيارة حديثها رير اند، حديثها خلفي. خلينا نشوفه. وصلت $21,100. $21,400 زي ما احنا شايفين الحادث. الباب الخلفي متضرر والليت اليمين تصليحها بسيط. $21,700. بقى السيارة سليم، جديدة، ران اند درايف، شغالة وماشية. موديل 24، يعني سيارة جديدة، يعني 3000 ميل واغراضها معاها كمان. 3000 ميل فقط ولا 4000، سيارة جديدة لسه. $22,200. $22,300. $22,400. $22,400. $22,600. جيب رانجلر صحارى موديل 2024. $23,900. $24,000. $24,400. $24,400. $24,500. $24,600. $24,800. $25,000. $25,000. $25,250. $25,500. $25,500. انبعت السيارة. مبروك لصاحب النصيب بعد الموافقة. السيارة اللي معانا اودي A5 بريميوم 40 2023. سيارة سالفج ماشي 18,000 ميل فقط. سيارة حادثها خلفي بسيط جدا زي ما احنا شايفين، هنا في ضرر بسيط. وصلت $20,100. بقى السيارة سليم، مفيهاش أي مشاكل تانية، جديدة ما شاء الله، سيارة حلوة صراحة. $20,500. مفيش إرباجات ولا أي شيء ما شاء الله، سيارة جديدة. $20,600. سيارة ران أند درايف، شغالة وماشية. هنا السيارة شغالة. $20,800. $20,900. $21,000. $21,000 ومية. $21,200. $21,400. $21,600. $21,600. بعد سيارة مبروك لصاحب النصيب. سيارة معانا كيا سورينتو موديل 2024. سيارة كلين تايتل ومشي 5000 ميل فقط. سيارة حادثها فرونت اند امامي زي ما احنا شايفين، في ضرر امامي، خلينا نشوفه اوضح. وصلت $17,500 من السيارات الجميلة كيا دي يا شباب. كيا سورينتو 2024. عندك الدعامية فيها ضرر، الشبك، الليت الأمامي، اليمين. $18,100. $18,200. بقى السيارة سليم ماشي 5000 ميل فقط. سيارة جديدة وران أند درايف، شغالة وماشية. $18,300 قيمتها الفعلية بالسوق الصاحي منها والماشي $30,000. وصلت $18,400 في المزاد. $18,400 مبروك لصاحب النصيب بعد الموافقة. انباعت $18,400. معانا تويوتا كرولا موديل 2023. سيارة سالفج ماشية 23,000 ميل. وصلت $10,700 في المزاد. حادثها أمامي زي ما احنا شايفين. $10,900. $11,000 دعمية وليت وكبوت سليم. $11,000. $11,100.
سيارة ران اند درايف شغالة وماشية 11100 دولار، أغراض السيارة معاها موجودة، اتباعت ب 11100 دولار، مبروك لصاحب النصيب. معانا دوج تشارجر اس اكس تي أعلى فئة موديل 2020، سيارة كلين تايتل وماشية 87000 مايل، سيارة حديثها جانبي، خلينا نشوفه، وصلت 6700 دولار. الباب الخلفي 6700 دولار، سعر جميل جدا يا شباب، باعت السيارة ب 6700 دولار، الباب الخلفي اليمين بس محتاج إعادة صبغه فقط لا غير، حتى مش حادث يعني. نيسان روج 2018، سيارة كلين تايتل وماشية 71000 مايل، سيارة حديثها جانبي، وصلت 5400 دولار. فين الحادث الجانبي؟ مش واضح. 6100 دولار وران اند درايف شغاله وماشيه 6200. ده الحادث يا شباب، حطيت لك عليه علامه يعني، المزاد حطيت لك عليه علامه عشان هو غير واضح مش كبير يعني، فحطيت لك عليه علامه هنا، هو ده الضرر بس يا شباب. تخيل سياره ما شاء الله موديل 2018 صبغ وكاله ما فيهاش اي حوادث، شغاله وماشيه ران اند درايف، هو ده المشكله البسيطه اللي فيها، تصلح على البارد بدون صبغ ولا اي شيء. 7200 دولار، سعر قيمتها في السوق 16000 دولار، وصلت في مزاد 7300 دولار، نص السعر، اقل من نص السعر، 7400 دولار. 7400 دولار، مبروك لصاحب النصيب. شفت يا شباب السيارة بتيجي باقل من نص سعرها بالسوق الامريكي وباي سوق. سيارة معانا مرسيدس جي ال سي 300 موديل 2024، سيارة كلين تايتل وماشية 835 فقط، موديلها رفيع 2024 شباب، سيارة آخر موديل ماشية 835، ما وصلتش لل 1100 مايل فقط. حادثها أمامي، خلينا نشوف الحادث بسرعة، 24100 دولار. ده الحادث يا شباب، حادث أمامي وجانبي، فرونت إند أند سايد. ده الجانبي تصليحه سهل والامامي كمان تصليحه سهل، ما فيهاش مشاكل. السياره شباب كبيره موديل 2024، قيمتها في السوق 50000 دولار، وصلت في المزاد للنص 24600 دولار، 24700 دولار، ما فيهاش ايرباجات مفتوحه الحمد لله. سياره موديل 2024 مرسيدس جي ال سي 300، روعه السياره يا شباب، 24900 دولار معها بعض القطع، 25000 دولار و250، نص سعرها بالسوق 25250 و500. مرسيدس جي ال سي 300 موديل 2024 ماشيه 835 مايل فقط، مش محصله 1000 مايل يا شباب، 25750 دولار لنيويورك، نص سعر السياره بالسوق 25000 دولار. مبروك، انباعت السياره بعد الموافقه، مبروك. سياره معانا نيسان التيما اس ال 2019، سياره كلين تايتل وماشيه 61000 مايل، سياره حديثها امامي، وصلت 4650 دولار، وقيمتها في السوق 17000 دولار و500، وصلت معانا 4750 دولار. ده الحادث الامامي يا شباب، 4800 دولار، ما فيهاش حاجه ثانيه، والحمد لله ارباجات مش مفتوحه، 4900 دولار، 5100 دولار، 5200. نيسان التيما 2019 5300 دولار، 5400. ليبيا 5400، 5600 دولار، 5700 دولار، 5800، 6000 دولار ليبيا، 6100 دولار، 6200، 6300، 6500 دولار، 6600 ليبيا، 6700، 7200 دولار، 7300، 7700 دولار، 7800 ليبيا، 7800 دولار، 8000 دولار، 8100 دولار،
8100 دولار. انباعت السيارة ب 8100 دولار، مبروك لصاحب النصيب. صار معانا سيارة كيا سول 2024 آخر موديل في الكيا سول، ماشية 5000 ميل فقط، سيارة كلين تايتل، حادثها جانبي زي ما احنا شايفين، باب السايق والباب الخلفي فقط، 7700 دولار. سيارة قيمتها في السوق 20600، 7700 دولار. بعد سيارة مباشرة، مبروك لصاحب النصيب. سيارة معانا نيسان روج 2023، سيارة كلين تايتل وماشية 25000 ميل، سيارة حادثها أمامي وخلفي اتنين مع بعض. خلينا نشوف ده الخلفي، وصلت 8900 دولار الدعامية الخلفية، وده الأمامي. الأمامي مش حادث، أغراض مفكوكة منها، الدعامية والليتات والشبك 9400 دولار، والخلفي كمان دعامية فقط يا شباب 9400 دولار، 9600 دولار لفلوريدا، 9700 دولار، 9800، 9800. سيارة معها أغراض، معها ليتات وأغراض، 9900 دولار للعراق، 10100 دولار، 10100 دولار. انبعت سيارة معانا شيفورليه سوبر بان موديل 2018، سيارة كلين تايتل وماشية 75000 ميل، سيارة حادثها فرونت اند ورير اند امامي وخلفي، وصلت في المزاد 17400 دولار، 17600. سيارة هتبقى بيور سيل، الحادث غير مرئي يا شباب، حادث بسيط جدا، بس للأمانة كاتب لك إن هي فيها حادث أمامي وخلفي. 17700 دولار انباعت سيارة بعد الموافقة، مبروك لصاحب النصيب. سيارة معانا هونداي توسان موديل 2024، سيارة سالفج ماشية 9000 ميل فقط، سيارة حادثها خلفي. خلينا نشوف، وران أند درايف شغالة وماشية، مش حادث، هو الدعامية محتاج دعامية ومحتاج الليد بس، مش حادث. وصل 13500 دولار، مفيش ضربة في السيارة، محتاجة دعامية وليد بس. 13600 دولار، سيارة لسه جديدة ماشية 9000 ميل، وران اند درايف شغالة وماشية، 13600 دولار. سيارة قيمتها في السوق 23700 دولار في السوق الأمريكي، 13700 دولار للعراق، 13700 دولار. مبروك، السيارة انباعت بعد الموافقة، مبروك. سيارة معانا جيمس يوكن دينيلي، أعلى فئة طبعا، الدينيلي بتكون أعلى فئة ما شاء الله، 2023، سيارة سالفج وحادثها فرونت اند امامي، السيارة ران اند درايف شغالة وماشية، وصلت 38000 دولار، قيمتها في السوق 63000 دولار و800. ده الحادث، هو الدعامي المتجر اليمين فقط يا شباب، محتاج تعديل، 39250، والليت اليمين كمان 39750 للامارات، 40000 للاردن، 40500 للاردن، 40750 للامارات. طبعا دي سيارات دول الخليج يا شباب، الاردن، الامارات، الكويت، السعوديه، بحرين، قطر، هم محبين السيارات اليوكن والتاهو. الاردن 42500 دولار، 750 دولار للامارات، 43000 دولار للعراق، 250. جيمس يوكن موديل 2023، 44000 دولار للعراق، 45250 للعراق، 45500 للامارات، 45750 عراق، 46 امارات، نفسه عليها الامارات والعراق، 46250 العراق. يا ترى مين هيفوز بالسياره؟ 46500 الامارات، 750 العراق، 46750 عراق. سيارة نظيفة صراحة، 47000 الإمارات، 47250 الإمارات. سيارة قيمتها بالسوق الأمريكي 63000 دولار، 47250 للعراق. مبروك أخذها صديقنا العراقي، مبروك لصاحب النصيب.
سيارة معانا هونداي سوناتا اس اي ال 2023، سيارة كلين تايتل وماشية 29000 ميل فقط، حادثها امامي وجانبي. خلينا نشوفه، هنا مفيش حاجة، جانبي الباب، الباب شوية الخلفي والمتجر الامامي اليمين. 11000، حادث بسيط يا شباب مش قوي الحمد لله، مش في ارباجات مفتوحة طبعا. 11900 دولار، 12200 الفرش الداخلي الابيض الجميل، 13000 دولار و100. سيارة قيمتها في السوق الامريكي 29000 دولار، عفوا 27000 دولار، 980 يعني حوالي 28000. وصلت في مزاد 13500 دولار، 13500 دولار، مبروك لصاحب النصيب 13500 دولار انباعت بعد الموافقة. السيارة معانا هونداي سوناتا هايبرد 2024، الهايبرد الشباب اللي هي السيارة البنزين وكهرباء مع بعض، بيكون فيها موتورين، دلوقتي اوريكم الموتور الثاني الكهرباء. السيارة دي بتكون من افضل السيارات في توفير البنزين، تانك البنزين ممكن يعمل معاك من 750 كيلو ل 1000 كيلو، ومرات يتعدى ال 1000 كيلو، لان طول ما انت ماشي على سرعات بسيطة بتكون السيارة ماشية كهرباء، تعديت سرعة 60 او 70 كيلو او مايل السيارة بتقلب بنزين، فطول ما انت ماشي على سرعة بسيطة السيارة موفرة في البنزين، ما بتحرقش بنزين، فبتوفر معاك، فتلاقي تانك البنزين فل بيمشيك فوق ال 1000 كيلو او فوق ال 1000 مايل. فالسيارات دي بتكون انا بفضلها جدا يا شباب كاستخدام للي حابب يوفر، وفي نفس الوقت بتكون قوة دفع السيارة رهيبة، لان في بداية تشغيل السيارة، في بداية انطلاق السيارة بتكون منطلقة بنزين وكهرباء مع بعض، فبتكون قوة دفع مزدوجة، فبتكون سريعة جدا في الانطلاق. 15900 دولار. خلينا نشوف حد السيارة ده امامي، السيارة ماشية 2000 ميل فقط، امامي بسيط جدا. خلينا نشوف شكل الموتور الكهرباء، فيها ارباج مفتوح للاسف، للاسف يعني، بس عادي بيتصلح. ده الموتور الكهرباء يا شباب، دايما اسلاك البرتقالية هو الموتور الكهرباء الهايبرد والموتور العادي المعتاد. بعد ب 15200 دولار، مبروك لصاحب النصيب. سيارة معانا نيسان روج 2023، سيارة سالفج ماشية 34000 مايل، سيارة حادث امامي وفيها مشكلة ميكانيكال، بس سكندري دامج ميكانيكال، يعني دي مشكلة تانية، يعني السيارة ران اند درايف شغالة وماشية بس فيها تظبيط في الماكينة، ممكن يكون فيها خلل بسيط في الماكينة محتاج تعديل او برمجة او شيء. والحادث الامامي زي ما احنا شايفين، وصل السيارة 8000 دولار للعراق، حادث امامي، الدعمية والكبوت والليتات بسيطة ان شاء الله، 8100 دولار للعراق، 8100 دولار. سيارة ما شاء الله ماشية 34000 ميل فقط، 8200 دولار. اشوف الشباب يعني هنا كاتب السيارة فيها مشكلة ميكانيكال، فعلا لمبة الماكينة هنا منورة، فيها مشكلة ممكن تكون محتاج برمجة فقط. 8400 دولار للعراق معها بعض الاغراض، 8400 دولار للعراق، 8500. نيسان روج 2023 ماشية 34000 ميل فقط، 8600 دولار. دولار عراق، 8700 دولار. مبروك انباعت للعراق 8700 دولار، مبروك لصاحب النصيب، سعرها ممتاز جدا يا شباب على فكره. سيارة كريزلر باسيفيكا هايبرد، كهرباء بنزين زي اللي حكينا عنها من شويه يا شباب، موتور كهرباء مع موتور بنزين، بتكون موفره جدا في البنزين، تانك البنزين بيدي لك اكتر من 1000 كيلو او مايل في التانك. سياره ماشي كلين تايتل، ماشي 8000 مايل، سياره ما فيهاش اي مشاكل، ماينور دنتس سكراتش، فيهاش ولا حادث ولا دعامات ولا اي مشكله نهائيا. سياره وصلت 24800 دولار، سعرها بالسوق 48000، نص السعر يا شباب، مبروك انباعت السياره لصاحب النصيب. اخر سياره معانا في مزاد اليوم يا شباب، سياره شيفروليه ماليبو ال تي موديل 2023، سياره كلين تايتل ماشيه 32000 ميل و500، سياره حادثها امامي زي ما احنا شايفين، وصلت 8800 دولار لتكساس، مبروك انباعت بعد الموافقه ب 8800 دولار لتكساس. بكده يا شباب وصلنا لنهايه مزاد اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحالات السيارات الممتازه جدا اليوم واسعار السيارات الممتازه جدا اليوم. واي حد حابب يتواصل معايا على رقم الواتساب موجود بوصف الفيديو عشان اجيب له سياره من مزاد كوبرت الامريكي واشحنها له على بلده باقل تكلفه واقل اسعار زي ما انتم شايفين كده يا شباب، انا على اتم الاستعداد، يكلمني على الواتساب، اهلا وسهلا بكم في اي وقت على رقم الواتساب موجود بوصف الفيديو. يا ريت يا شباب
مرارا وتكرارا. اللي ما اشتركش في القناة لحد الآن يا ريت يشترك ويضغط زر اللايك ويعمل مشاركة على قد ما يقدر، عشان حبايبنا مهتمين بالسيارات يشوفوا قناتنا ويشوفوا المزادات ويشوفوا الأسعار البسيطة والغريبة في عالم السيارات. فاشتركوا في القناة واضغطوا زر اللايك وانتظروا مننا مزاد قادم بإذن الله، وإن شاء الله دايما نسعدكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.